الإشكال عندنا في الزكاة أنه بعض الناس هدانا الله إياه يتحايل. أي نعم تحايل، يا أخي أخرج الزكاة. قال لا، أنا أدفع ضرائب للحكومة. إيش علاقة الضرائب بالزكاة يا أخي؟ قال سبحان الله، أنت تريد منه أن أدفع ربع العشرة وكذا، أنا أدفع ما شاء الله أعشار. الحمد لله، خذها منه. هذا واحد. الثاني يخرج الزكاة على من؟ على أمه. ليش؟ قال مسكينة فقيرة أعطيها. الآن النفقة تجب عليك أن تنفق على أمك، تتحايل وتعطيها من الزكاة. الزوجة تقول أريد أن أتصدق. أتصدق أم لا؟ نعم تصدقي. على من؟ قالت على زوجي وعلى أولادي. والزوج كذلك أريد أن أتصدق على زوجته وأولاده. يفر هؤلاء من النفقة بالزكاة. قل أنا ما أريد أن تخرج بعيد، أريد أن تكون عندنا. مفهوم؟ نعم.